نبيل. ايه يا ابني؟ هو الزيتون الاسود بيمشي؟ لا طبعا. يبقى انا اكلت خنفسه يا نبيل. يا نهار اسود. بتتذوق ايه؟ روح انت بقعد في النيل بقى. تعالى افرجك على فيلم صراع في النيل. تعالى. بحبه قوي. يلا نتفرج عليه. باي باي يا ليلى. باي باي يا سلوى. بقول لك انا فشلت مع الزمالك، شد حيلك مع الاهل انت. بلاش، انا جايلي مصور يا نبيل. انا مال امي؟ خد بالك من خنفسه. مصطفى قمر عملت ايه؟ بجد 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 لحد مصطفى قمر ده قمر 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 بموت فيه. مصطفى قمر ده اصلا اخلص اي اوفي. طب لحن دي بقى ايه لمصطفى قمر؟ عملت له سمعني. انا ما سمعتش الاغنيه دي قبل كده. لا بس انا بطلع السلم الاول. ايوه فهمت. عملت له هنقول احنا لسه حبايب يا ما خلاص قلنا. هنقول لسه يا ما خلاص قلنا. هنقول يابا يابا. انت مصطفى قمر ما غناش كده ابدا. ما انا فاهمك. اتفضل فهمني. انا هفهمك. فهمني بس. وانا بلحن الاغنيه دي كنت متوتر كده وعصبي شويه فطلعت. انا اسفه. سوري يا استاذ فريد. وساعات بقى شعر صدري بياكلني. ايه بيحصل؟ ان شعر صدرك بياكلك؟ بلحن لتامر حسني على طول. بالذمه شفت تامر حسني ده قمر قمر قمر. نفسي اشوفه مره واحده واتصور معاه صوره واحده. بحبه قوي. اشوفه. انت هتستهبلي؟ ما انت بتطلعي معايا اختي في كل الافلام. طب لحنت ايه يا فلح لتامر حسني؟ عملت له دي كانت بتاعت مصطفى قمر. لا ما انا فاهم. بتطلع السلم. لا المره دي بنزله. عملت له كل مره اشوفك فيها ابقى نفسي يا انت يو بقى. دي كانت بتاعت مصطفى قمر هنا لما كنت متضايق ومخنوق مش عارفه ايه. ما انا هفهمك. اصل انا فهمني. توترت فجاه وانا بقولها برضو. معلش انا اسف. طب الحقيقه يا استاذ فريد، يعني الحقيقه انا كنت انتهيت.